ننتقل لبقية يعني التطورات في الأسواق المالية. ستنضم لنا للحديث عن أسعار العملات اليوم لينا قنوع. أهلا وسهلا بك لينا. أهلا بك. يعني في البداية يعني إذا ما تحدثنا عن أسعار العملات بشكل عام، كان هناك بعض الضغوطات التي تعرض لها الدولار بشكل أو بآخر. عندما نتحدث أيضا يعني عن العملات أو سلة العملات، الفيدرالي لا يزال يعني يلوح أنه ليس هناك حاجة للتسارع في تقليص التحفيز وبرامج التحفيز. كيف ترين مصير الدولار في هذا الوقت؟ بالنسبة للمؤشر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى، شهدنا ارتفاعات وقوة لمؤشر الدولار الأمريكي نتيجة عدد من البيانات الاقتصادية التي دعمت مؤشر الدولار الأمريكي، سواء كانت مبيعات التجزئة التي كنا نتوقع أن يحصل انكماش لكن جاءت فوق التوقعات، وأيضا كان إعانات البطالة الأسبوعية التي جاءت أيضا فوق توقعات المحللين. نحن نتحدث تقريبا عن 330 ألف طلب، فبيانات إيجابية عم تدعم الدولار الأمريكي. وهنا يعني ربما الفيدرالي الأمريكي نتيجة البيانات الاقتصادية، وخاصة أن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية رغم تراجعه من 5.4% إلى 5.3%، 13% بحسب مؤشر CPI، لكن هذا بشكل عام يعني يعتبر مرتفع، يعني تراجعات جدا. نحن نتحدث عن رجعت لمؤشر التضخم طفيفة، فنترقب الحدث الأبرز والحدث التاريخي بالنسبة للفيدرالي الأمريكي في 21 و22 من هذا الأسبوع، يعني يوم الأربعاء القادم، والمؤتمر الصحفي، هل سيقوم بالفعل الفيدرالي الأمريكي بخطوة تقليص برنامج شراء الأصول البالغ 120 مليار دولار شهريا، ويساهم ببداية التقليص تقريبا نحن ب70 أو 80؟ هل حان الوقت؟ هل سيكون هذا الحديث في أكتوبر أو سيكون في ديسمبر؟ طبعا هناك انقسام بين من انقسام في الحديث في حول متى يبدأ التقليص، هل في نوفمبر أم في ديسمبر. فبالتالي هذا الحدث الأبرز الذي تترقبه الأسواق، لو حصل أي تقليص لبرنامج شراء الأصول سيكون هناك دعم للدولار الأمريكي. نحن نتحدث عن مستويات فوق 93 دولار، سوف يستمر ويعطي قوة ودفع للدولار الأمريكي. لو لم يتحدث عن أي تقليص وأجل موضوع تقليص برنامج شراء الأصول، فسيكون هناك هذا بالفعل سيضغط على الدولار الأمريكي، وبالتالي يدعم مثلا أسعار الذهب نحو الارتفاع. ولكن إذا ما تحدثنا يعني يمكن العالم كله بانتظار البيانات وأيضا تصريحات الفيدرالي الأمريكي، ولكن من جهة أخرى أيضا أوروبا تعيش نوعا من التذبذب أيضا عندما نتحدث عن البيانات وأيضا التضخم. كان هناك بيانات متفائلة إلى حد ما، ولكن لم تكن ضمن التوقعات. أيضا بعض القطاعات الصناعية بعد الحركة عودة أيضا يعني الحياة إلى طبيعتها لم يكن ضمن المطلوب، خاصة للقطاعات الصناعية. فكيف سيؤثر ذلك برأيك على اليورو؟ أيضا إذا ما تحدثنا عن الصين، اليان واليوان، كيف سيكون أداؤهما مقابل الدولار؟ طبعا الدولار بما أنه هو قوة الدولار الأمريكي، فهو سينعكس بالتالي على تراجعات لليورو. فبالتالي اليورو مقابل الدولار الأمريكي عم نشوف تراجعات واتجاه هابط لليورو. نحن نتحدث عن بيانات اقتصادية ربما متفاوتة الأداء في منطقة اليورو. نحن نعلم أن منطقة اليورو هي بالأصل نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، وجائحة الكورونا سببت ركود مزدوج في منطقة اليورو، وبدأ تتعافى منطقة اليورو. وكان هناك اجتماع خلال الأسابيع الماضية عن اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي قال أنه راح يبدأ بتقليص برنامج شراء الأصول، لم يذكر كم هو التقليص الذي سوف يقوم بتقليصه. كانت تتوقع الأسواق أن يكون التقليص أكبر، أن يحدد توقيت لهذا التقليص من برنامج شراء الأصول نتيجة ارتفاع التضخم الذي يرتفع. كان التقليص يتحدث عن السندات خلال فترة الوباء، يعني شراء السندات فقط خلال فترة الوباء.
الوباء، فبالتالي اليورو متوقع أن يكون في اتجاه هابط نتيجة قوة الدولار الأمريكي، والذي سيحدد اتجاهات سواء اليورو وغيرها من العملات الأخرى المقابلة للدولار الأمريكي هو اجتماع الفدرالي الأمريكي وبرنامج بتقليص برنامج شراء الأصول. نحن طبعا منطقة اليورو تعاني أكثر من غيرها من حيث ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، في ارتفاع، لكن قوة الدولار الأمريكي هي التي تلعب الدور الأساسي في تراجعات اليورو في هذه الفترة. وبالنسبة كما ذكرت الين الياباني، طبعا الين الياباني هو يعتبر من الملاذات الآمنة، لكن هناك شهدنا ضعف يعني الدولار قوة أمام الين الياباني. نحن نتحدث عن مستويات 110، ربما يستمر في هذه الارتفاع، وخاصة إذا كانت البيانات القادمة هي لصالح الدولار الأمريكي فسوف نشهد ارتفاعات وضعف للين الياباني. نحن نعلم أن اليابان التضخم فيها سالب وأسعار الفائدة فيها سالبة، فهي فمستمر توقعات بأن نشاهد استمرار للضعف في الين الياباني وأيضا الفرنك السويسري بسبب أسعار الفائدة السلبية. نتحدث عن مثلا العملات المرتبطة بالنمو الاقتصادي المرتبطة بالسلع، نحن نتحدث عن الدولار الأسترالي، الدولار النيوزيلندي، طبعا هناك المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. هذه المخاوف في رغم أنه أعطت نيوزيلندا أرقام إيجابية بالنمو الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلندا، لكن عم نشوف في ارتفاع عدد الإصابات في فيروس كورونا، وهذا عم بيأثر على الدولار النيوزيلندي. الدولار الأسترالي نحن في بيانات تراجع بمعدلات البطالة أعطى قوة ودفعة خلال الأسبوع الماضي الدولار الأسترالي، ثم عاد، لأننا عم نشوف أيضا هناك معدلات التوظيف ليست بالأرقام الإيجابية، فبالتالي تلعب الأرقام والبيانات الاقتصادية سبب في توجهات تلك العمل خاصة المرتبطة بالسلع. نحن مرتبطين. نعم، شكرا لك لينا على كل هذه التفاصيل. لينا قنوع محللة الأسواق المالية، شكرا جزيلا لك.